إثر ارتفاع سعر المحروقات والقمح وسعر صرف الدولار فضلا عن توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر والخميرة، لبنان يرفع مجددا سعر ربطة الخبز. هذا وستطال الأزمة كافة اللبنانيين. ماذا سيكشف نقيب أفران الشمال طارق المير؟ نحن نقابل أصحاب الأفران بلبنان الشمالي نعاني من أزمة كبيرة بقصة البنزين، قصة المازوت للأفران وسعر ارتفاع صرف الدولار. اليوم الدولار 20,500 ليرة. شو الحلول عند وزير الاقتصاد وعند وزير الطاقة وعند دولة الرئيس نجيب ميقاتي؟ نحن بنناشد المعنيين بهذا الموضوع. اليوم المواطن ما معه يشتري ربطة خبز وعبكرة في تسعيرة بدها تطلع على 8000 أو 8500 ليرة كمان ربطة الخبز. مئة ألف ليرة كمان في معاناة، ما عم يقدر يشتري كيلو لحمة. إذا عنده عائلة من 5 تنفس أو 4 تنفس بده كيلو لحمة. يعني اليوم أي سلع عنين طلمها 4000 5000 ليرة.